بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع المحاضرة 21، وهي مراجعة عامة على عمليات الشراء والبيع. طبعا عمليات الشراء والبيع بتتم في المنشآت التجارية. تعالوا كده نشوف مع بعض مثال شامل على عمليات الشراء والبيع فيما يلي العمليات التي تمت في منشأة الشراء. يعني كل العمليات اللي هتتم في المثال تمت في منشأة الشراء التجارية خلال شهر محرم 1435. قبل ما نبدأ العمليات الشراء والبيع في منشأة الشراء، عايزين نعرف ايه هو الهدف من المثال دوت. الهدف هو ان انا اقدر احدد الاطراف المدينة والاطراف الدائنة، لانه في الامتحان ان شاء الله النهائي هيكون مطلوب مني ان انا احدد الطرف المدين او احدد الطرف الدائن او ان انا احدد قيد اليومية بالكامل، الطرف المدين والطرف الدائن. تعالوا نبدأ مع بعض العملية الاولى. في 2/1 قامت منشأة الشرق بشراء بضاعة على الحساب من الشركة العربية بمبلغ 80,000 ريال بشروط 2/10/30 يوم. طبعا احنا عرفنا الاتنين ديت معناها خصم نقدي 2%، اذا تم السداد خلال 10 ايام. طبعا المهلة المحددة للسداد هي 30 يوم، والبضاعة تسليم محل المشتري. يعني ايه تسليم محل المشتري؟ معناها انه البائع هيوصل البضاعة الى محل المشتري. يبقى مين اللي هيتحمل هنا مصاريف النقل والتأمين والشحن والتفريغ؟ اكيد طبعا البائع. ليه؟ لانه كلمة تسليم محل المشتري معناها انه سعر الشراء متضمن تكاليف النقل والتأمين. يعني نقدر نقول هنا انه تمن شراء البضاعة اللي هو 80,000 ده متضمن تكاليف النقل والتأمين اللي دفعتها الشركة البائعة اللي هي الشركة العربية. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض عشان نعمل قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. بيقول لي هنا قامت منشأة الشرق بشراء بضاعة. اول ما اعرف انه في شراء بضاعة على طول بستخدم حساب المشتريات، وحساب المشتريات طبيعته دايما مدين. يبقى اجي هنا في قيد اليومية وسجل حساب المشتريات وحاجعل الحساب دوت حساب مدين. طيب بكام المبلغ؟ طبعا بالمبلغ 80,000 ريال. الشرط دوت ده مرتبط بالسداد. طبعا عمليات الشراء تمت يوم 2/1، ولكن المهلة المحددة هي 10 ايام لحصول منشأة الشرق على الخصم اللي هو 2%. يبقى قيمة البضاعة المشترى هي 80,000 ريال. طيب نقدا ولا على الحساب؟ هو هنا بيقول لي شراء بضاعة على الحساب. كلمة على الحساب معناها
ديون على المنشأة للغير. وأنا دايماً لما أجي أقول ديون على المنشأة للغير يعني بستخدم حساب الدائنين، بستخدم حساب اسمه الدائنين. وحساب الدائنين طبيعته دائن، يعني بيظهر في الجانب الدائن. وطبعا زي ما اتفقنا اكتر من مرة ان احنا دايما جنب حساب الدائنين او حساب المدينين لازم اكتب الشركة اللي انا تعاملت معها، اللي انا اشتريت منها. حساب الدائنين انا اشتريت من الشركة العربية. يبقى القيد هنا في دفاتر منشأة الشرق حساب المشتريات مدين ب80,000، حساب الدائنين الشركة العربية 80,000. القيد دوت رقم 1 والتاريخ 2/1، ده عبارة عن شراء بضاعة على الحساب وبشروط 12/30 يوم. تعالوا نشوف مع بعض العملية التانية. في 3/1 اشترت منشأة الشرق بضاعة بمبلغ 50,000 ريال من شركة الجمعان، سددت ثمنها بشيك. ادي عملية. قال لي حاجة تانية، وبلغت مصاريف النقل للداخل 4,000 ريال سددت بشيك ايضا. يعني في عمليتين هنا تمت. العملية الاولى شراء بضاعة ب50,000 وتم السداد بشيك، وسداد مصاريف نقل للداخل. كلمة نقل للداخل يعني نقل المشتريات، وسددت ايضا بشيك. طب تعالوا كده نشوف مع بعض قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. بنقول لنا ايه؟ اشترت بضاعة، يعني حساب المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته مدين، يبقى هيظهر في الجانب المدين. وبلغت مصاريف النقل للداخل، واي مصروفات طبيعتها؟ طبيعتها مدين. يبقى اقدر اقول هنا انه في الطرف المدين في حاجتين، في حساب المشتريات ب50,000 ومصاريف النقل للداخل اللي هو نقل المشتريات 4,000، والاثنين تم سددهم بشيك، يعني عن طريق البنك. واحنا دايما بنقول البنك لما يزيد يبقى مدين، ولما ينقص في الجانب الدائن. طبعا هنا بنقول سددت، كلمة سددت يعني دفعت، دفعت بشيك يعني عن طريق البنك. يعني البنك نقص مرة ب50,000 ومرة تانية ب4,000. يبقى نقدر نقول قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق حساب المشتريات 50,000 في الجانب المدين، حساب مصروفات نقل للداخل اللي هي مصروفات نقل المشتريات برضو في الجانب المدين، واحنا هنا عندنا حسابين في الجانب المدين اتفقنا ان احنا بنكتب فوق مذكورين. طيب الاثنين دول تم سددهم عن طريق البنك، يبقى حساب البنك حصل فيه نقص فبيظهر في الجانب الدائن بمبلغ 54,000. القيد دوت هو عبارة عن قيد رقم 2 بتاريخ 3/1، سداد ثمن المشتريات ومصاريف نقل المشتريات بشيك. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم 3. في 5/1 غضت منشأة الشرق جزء من البضاعة المشترى في 2/1 بمبلغ 10,000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات، كما حصلت على سماح قدره 2,000 ريال عن باقي البضاعة المشترى لوجود بعض التلفيات بها. طبعا لو احنا قرينا هنا العملية ديت
هنلاقي ان في حاجتين. الحاجة الاولى هي بتتكلم على غض منشأة الشغل جزء من البضاعة المشتغى يوم 2/1 بمبلغ 10,000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات. لما نيجي نقول غضت بضاعة مشتغاة يعني بتستخدم حساب مغضوضات مشتغيات. طب طبيعته ايه؟ مغضوضات المشتغيات طبيعتها دائن كما حصلت على سماح قضو 2000 ريال عن باقي البضاعة المشتغاة لوجود بعض التلفيات بها. كلمة سماح معناها تخفيض في قيمة البضاعة، والتخفيض دوت يعني مسموحات المشتريات. يبقى أنا هنا في العملية رقم 3 بتكلم على حاجتين، بتكلم على مغضوضات المشتريات وبتكلم على مسموحات المشتريات، والاتنين طبيعتهم دائن. المشتريات مدين، ومغضوضات المشتريات ومسموحات المشتريات الاتنين طبيعتهم دائن. ايه الفرق بين الاتنين؟ مغضوضات المشتريات يعني المشتري بيرجع البضاعة للبائع لعدم مطابقتها للمواصفات. مسموحات المشتريات معناها ان المشتري بيحتفظ بالبضاعة في مقابل ان هو ياخد تخفيض. زي الحالة بتاعتنا ديت، البضاعة المشتغاة فيها بعض التلفيات، فالمشتري اللي هو شركة الشغل طلبت تخفيض قدره 2000 ريال، وذلك للسماح لها بالاحتفاظ بالبضاعة في المقابل انها تحتفظ بالبضاعة وتاخد التخفيض اللي هو 2000 ريال. يبقى نقدر نقول مغضوضات المبيعات مغضوضات المشتريات ومسموحات المشتريات الاثنين طبيعتهم ايه؟ دائم. يبقى اجي هنا بقى في قيد اليومية في دفاتر منشأة الشغل هيظهر عندي مغضوضات المشتريات ومسموحات المشتريات في الجانب الدائم. مغضوضات المشتريات 10,000 ريال، مسموحات المشتريات 2000 ريال. طبعا بكتب هنا مذكورين لانه في اكتر من حساب. طب ايه الطرف المدين؟ مهم جدا ان انا اعرف انا في يوم 2/1 اشتريت البضاعة نقدا ولا على الحساب. تعالوا كده نرجع مع بعض لتاريخ 2/1، هلاقي انه في 2/1 انا اشتريت البضاعة على الحساب. يعني كان في حساب اسمه ايه؟ حساب الدائنين. كان علي دين قدره 80,000 ريال. النهاردة لما رجع بضاعة كمغضوضات مشتريات او مسموحات مشتريات، مفروض ان الدين اللي علي يحصل له ايه؟ ينقص. يعني حساب الدائنين مفروض ينقص بقيمة مغضوضات المشتريات ومسموحات المشتريات. حساب الدائنين هنا طبيعته دائن، لما ينقص يظهر في الجانب المدين. يبقى حاجة هنا في العملية رقم 3 واجي في الجانب المدين واقول حساب الدائنين الشركة العربية. يبقى هنا دلوقتي الدين اللي عليا نقص بقدره 12,000 ريال. رقم القيد رقم 3 والتاريخ 5/1 وشرح القيد غض بضاعة الى المورد لعدم مطابقتها للمواصفات وايضا الحصول على تخفيض. العملية رقم 4 في 6/1 غضت منشأة الشغل جزء من البضاعة المشتغى في 3/1 بمبلغ 6,000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات وحصلت على قيمتها نقدا. طبعا لما نيجي نقول
غضت جزء من البضاعة المشتغاة، على طول بقول مردودات المشتغيات. واحنا عارفين انه مردودات المشتغيات طبيعتها ايه؟ طبيعتها دائن. يبقى اجي في قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق، واجي في الجانب الدائن 6000 ريال حساب مردودات المشتغيات. طيب انا النهاردة لما رجعت البضاعة اللي انا اشتريتها في يوم 3/1 قبضت ثمن البضاعة دي نقدا، يعني حساب الصندوق حصل ايه عندي؟ حصل فيه زيادة. زيادة يعني يظهر في الجانب المدين. يبقى القيد هنا مردودات المشتريات هتظهر في الجانب الدائن لانها هي طبيعتها دائن، وفي الجانب المدين هيظهر حساب الصندوق. هو طبعا ليه هنا لما رجعت البضاعة قبضت قيمتها نقدا؟ لان انا يوم 3/1 لما اشتريت البضاعة دي اشتريتها نقدا. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية في يوم 3/1. ادي اهو في 3/1 اشترت منشأة الشرق بضاعة كويس وسددت ثمنها بشيك، يعني معنى كده اشترت البضاعة نقدا. ولما تيجي ترجع البضاعة اللي هي اشتريتها نقدا، اكيد طبعا الشركة البائعة هترجع قيمة البضاعة اللي تم ردها نقدا. عشان كده قلنا حساب الصندوق. القيد دوت رقم 4 كان بتاريخ 6/1، غض بضاعة الى المورد لعدم مطابقتها للمواصفات. العملية رقم 5 في 8/1 باعت منشأة الشرق بضاعة بمبلغ 52,000 ريال على الحساب لشركة الوفاء بشروط 12-30 يوم. العملية دي عبارة عن عملية بيع، وعلى طول مباشرة أول ما أشوف عملية بيع بضاعة يبقى بستخدم حساب المبيعات. واحنا عارفين انه حساب المبيعات طبيعته دائن. يبقى اجي في قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق، وفي الجانب الدائن هيظهر عندي حساب المبيعات بمبلغ 52,000. طيب البضاعة دي اللي انا بعتها نقدا ولا على الحساب؟ هنا على الحساب. كلمة على الحساب معناها ايه؟ ان انا ليا مبالغ للمنشأة طرف الغير. الغير دول اللي هم مين؟ شركة الوفاء. لما اجي اقول مبالغ للمنشأة طرف الغير بستخدم حساب المدينين. يبقى باجي هنا في الجانب المدين من القيد واحط حساب المدينين بمبلغ 52,000. طبعا دايما بكتب جنب حساب المدينين الشركة اللي انا بعت لها، شركة الوفاء، او لو كان حساب الدائنين بكتب برضو اسم الشركة اللي انا اتعاملت معها. طب هنا الشرط بيقول ايه؟ 12-30 يوم. معناه ايه؟ انه لو قامت شركة الوفاء بسداد قيمة البضاعة خلال 10 ايام، منشأة الشرق هتديها خصم نقدي قدره 2%. طبعا العملية دي عملية بيع بضاعة على الحساب لشركة الوفاء بشروط 12-30 يوم، كانت بتاريخ 8/1. في 9/1 اشترت منشأة الشرق بضاعة على الحساب بمبلغ 40,000 ريال من شركة صابر التجارية.
يعني منشأة الشرق بتقوم بعمليات بيع وشراء، من ضمن العمليات هي اشترت بضاعة على الحساب من شركة صابر التجارية وبشروط 3 10 30 يوم. واحنا عرفنا خلاص الشروط ديت، معناها لو سددت منشأة الشرق قيمة البضاعة خلال 10 أيام هتحصل على خصم 3%. البضاعة ديت بضاعة مشتراة تسليم محل البائع. يعني ايه محل البائع؟ يعني معنى كده منشأة الشرق هتستلم البضاعة من مخازن البائع، يعني هي تعتبر مسؤولة عن نقل البضاعة من محلات البائع إلى مخازنها. طب تعالوا كده نشوف مع بعض قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. طبعا لما نيجي نقول اشترت، يعني بستخدم، اشترت بضاعة، بستخدم حساب المشتريات. حساب المشتريات طبيعته ايه؟ طبيعته مدين بكام المبلغ؟ ب40,000 ريال. طيب انا اشتريت البضاعة ديت نقدا ولا على الحساب؟ على الحساب. كلمة على الحساب معناها ديون على المنشأة للغير، يعني بستخدم حساب الدائنين، ولازم اكتب جنبيه اسم الشركة اللي انا اشتريت منها، شركة صابر التجارية. شرح القيد هو عبارة عن شراء بضاعة على الحساب، وكان الشرط 3 10 30 يوم. القيد دوت كان رقم 6 بتاريخ 9/1. وعايزين نأكد على حاجة معينة هنا، هي ان البضاعة كانت تسليم محل الايه؟ محل البائع. يعني معنى كده ان منشأة الشرق هي اللي هتنقل البضاعة من محلات البائع الى مخازنها. تعالوا كده نشوف مع بعض العملية رقم 7 بتقول ايه؟ في 10/1 سددت منشأة الشرق مصاريف نقل البضاعة المشتراة من شركة صابر التجارية وقدرها 4,000 ريال بشيك. اهو نتيجة هنا ان البضاعة تسليم محل البائع، يبقى مين المسؤول عن نقل البضاعة؟ منشأة الشرق هي المسؤولة عن نقل البضاعة المشتراة، وكانت مصاريف النقل 4,000 ريال دفعتها بشيك. على طول لما نيجي نتكلم على مصاريف نقل البضاعة، جميع المصروفات طبعتها مدين، يبقى هيظهر هنا في قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق حساب مصروفات نقل المشتريات او مصاريف نقل للداخل ب4,000 ريال في الجانب المدين. طب انا دفعت المبلغ دوت بشيك، بشيك يعني حساب البنك. حساب البنك هيحصل له ايه؟ هينقص، هيظهر في الجانب الدائن. يبقى دايما حساب البنك يزيد يظهر في الجانب المدين، ينقص يظهر في الجانب الدائن. طبعا هنا القيد اثبات سداد مصاريف نقل المشتريات. القيد دوت رقم 7 بتاريخ 10/1. العملية رقم 8 في 11/1 سددت منشأة الشرق المستحقة عليها للشركة العربية بشيك. طبعا احنا لو رجعنا للعمليات اللي تمت مع منشأة الشرق والشركة العربية، هنلاقي ان منشأة الشرق اشترت بضاعة يوم 2/1 بمبلغ 80,000 ريال، ورجعت جزء من البضاعة قيمته 10,000 ريال، وخدت تخفيض
في قيمة البضاعة مبلغ 2000 ريال. يعني نقدر نقول دلوقتي انه صافي قيمة البضاعة هو عبارة عن قيمة المشتريات اطرح منها مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات. طبعا قيمة المشتريات 80,000 ريال ومردودات المشتريات 10,000 ريال ومسموحات المشتريات 2000 ريال. معنى كده انه قيمة البضاعة اللي هيتم سدادها 68,000 ريال. طيب السداد هيتم امتى؟ يوم 11/1. السداد يوم 11/1، وانا اشتريت البضاعة يوم 2/1، وكان في شرط وقت الشراء هو ان لو تم السداد خلال 10 ايام هحصل على خصم نقدي 2%. طيب الشراء كان يوم 2/1 والسداد يوم 11/1، يعني معنى كده انه تم السداد خلال المهلة المحددة، يعني اقل من 10 ايام، وبالتالي منشأة الشرء ليها حق في الحصول على خصم قدره كم؟ 2%. وبالتالي تستفيد منشأة الشرء اللي هو تعتبر مشتري من الخصم النقدي. وطبعا في دفاتر المشتري الخصم النقدي يسمى خصم مكتسب. ليه؟ لانه دوت بيعتبر بالنسبة لها ايراد، والخصم المكتسب طبيعته دائن. طيب الخصم النقدي او الخصم المكتسب 2% من اي مبلغ؟ من صافي قيمة البضاعة. صافي قيمة البضاعة 68,000 في 2% هيطلع عندي قيمة الخصم المكتسب 1360 ريال. يعني معنى كده ان انا مش هدفع المبلغ دوت كله بالكامل اللي هو 68,000، ولكن هدفع 68,000 مطروح منها 1360 ريال. يبقى نقدر نقول ان القيمة التي سيتم سدادها للشركة العربية بشيك 68,000، اطرح منها 1360 قيمة الخصم المكتسب، هيدينا هنا القيمة اللي هيتم سدادها 66,640. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض، هو الخصم المكتسب طبيعته ايه؟ طبيعته دائن، يبقى هيظهر في قيد اليومية في الجانب الدائن. ولما سدد القيمة بشيك حساب البنك هيحصل له ايه؟ هينقص، ولما ينقص هيظهر في الجانب الدائن. يبقى حساب البنك هيظهر في الجانب الدائن. يبقى انا عندي كام حاجة دلوقتي في الجانب الدائن؟ الخصم المكتسب هيظهر في الجانب الدائن لانه طبيعته دائن، والبنك هدفع يبقى هينقص هيظهر في الجانب الدائن. الاتنين دول هيظهروا في الجانب الدائن. طب نشوف كده قيد اليومية. يبقى نقدر نقول انه قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرء هيظهر عندي هنا في الجانب الدائن خصم مكتسب 1360، وهدفع الصافي من البنك 66,640. الاتنين دول مش هما دول كانوا دين على المنشأة للغير اللي هي الشركة العربية؟ طيب حساب الدائنين طبيعته ايه؟ حساب الدائنين طبيعته دائن. النهاردة لما سددوا الدين اللي عليا هيقل، هينقص، لما ينقص يبقى مدين. يبقى هيظهر هنا
حساب الدائنين في الجانب المدين بمبلغ كام؟ 68,000. يعني معنى كده ان انا سددت الدين اللي عليا للشركة العربية اللي هو كام؟ 68,000. بس طبعا ما دفعتش المبلغ كله بالكامل. ليه؟ لان انا خدت خصم مكتسب 1,360 واللي انا دفعته فعلا 66,640. القيد دوت رقم 8 بتاريخ 11/1 سداد المستحق للشركة العربية والحصول على الخصم النقدي. في 13/1 قامت شركة الوفاء بغض جزء من البضاعة المباعة لها بتاريخ 8/1 بمبلغ 8,000 ريال لعدم مطابقتها للمواصفات. كما حصلت شركة الوفاء على سماح قدره 4,000 ريال نتيجة لوجود بعض التلفيات في البضاعة المرسلة إليهم. طيب هو هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على إنه شركة الوفاء رجعت بضاعة من المباعة لها. يعني بالنسبة لمنشأة الشرق هي بتاريخ 8/1 باعت بضاعة لشركة الوفاء، وفي 13/1 قامت شركة الوفاء بغض جزء من البضاعة. يبقى دي بالنسبة لمنشأة الشرق تعتبر مردودات مبيعات. وكمان سمحت لشركة الوفاء بمبلغ 4,000 نتيجة لوجود بعض التلفيات في البضاعة المرسلة إليها. وطبعا التخفيض دوت أو المسموحات هو عبارة عن مسموحات مبيعات. يبقى أنا دلوقتي عندي شركة الوفاء رجعت بضاعة من المباعة لديها، يبقى في عندي مردودات مبيعات وخدت تخفيض في قيمة البضاعة المباعة 4,000، يبقى في عندي مسموحات مبيعات. طيب مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات الاثنين طبيعتهم ايه؟ الاثنين طبيعتهم مدين. يبقى حاجة في قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. وحول هنا في الجانب المدين 8,000 حساب مردودات المبيعات و4,000 حساب مسموحات المبيعات. طيب هو هنا السؤال، لما شركة الوفاء رجعت البضاعة وخدت تخفيض، هل أنا هدفع لها القيمة نقدا؟ الكلام دوت بيبقى متوقف على عملية البيع. هل أنا بعت لشركة الوفاء نقدا ولا على الحساب؟ نرجع للعملية بتاريخ 8/1. تعالوا كده نشوف مع بعض. بتاريخ 8/1 شركة الشرق باعت البضاعة لشركة الوفاء نقدا ولا على الحساب؟ تعالوا كده نرجع مع بعض للعملية بتاريخ 8/1. ادي في 8/1 باعت منشأة الشرق بضاعة بمبلغ 52,000 على الحساب. كلمة على الحساب يعني حساب المدينين. النهاردة انا ليا عند شركة الوفاء مبلغ 52,000 وشركة الوفاء رجعت بضاعة، يعني الحساب ده مفروض يفضل زي ما هو 52,000 ولا ينقص؟ اكيد طبعا ينقص بقيمة مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات. يبقى حساب المدينين ظاهر هنا في الجانب المدين
لما ينقص يظهر في الجانب الدائم. تعالوا كده نرجع للعملية مرة أخرى. العملية رقم 9، حساب مردودات المبيعات وحساب مسموحات المبيعات هيظهروا في الجانب المدين لأن هم طبعتهم مدين، وهيظهر هنا حساب المدينين شركة الوفاء بمبلغ 12,000. يعني معنى كده المبالغ اللي ليا عند المدينين حصل لها ايه؟ نقصت. القيد دوت رقم 9 بتاريخ 13/1، اثبات مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات من شركة الوفاء. العملية رقم 10، في 15/1 سددت منشأة الشرق المستحقة عليها لشركة صابر التجارية بشيك. طبعا احنا اشترينا بضاعة في يوم 9/1 من شركة صابر التجارية بقيمة 40,000 ريال، وطبعا ما كانش في عندي مردودات مشتريات او مسموحات مشتريات. يعني معنى كده ان قيمة البضاعة المشترى هو 40,000 ريال في كام؟ في 9/1. كان في شرط عندي هو انه لو دفعت قيمة البضاعة خلال 10 ايام هاخد خصم 3%. طيب هل هنا منشأة الشرق دفعت قيمة البضاعة خلال 10 ايام؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. هو الشراء تم امتى؟ يوم 9/1، وكان تاريخ السداد يوم 15/1، يعني فعلا اقل من كام؟ اقل من 10 ايام. يبقى نقدر نقول السداد قد تم يوم 15/1، اي خلال المهلة المحددة اللي هو كان 10 ايام. وبالتالي تستفيد منشأة الشرق اللي هو تعتبر كمشتري من الخصم النقدي، وبنسميه الخصم المكتسب لانه ده يعتبر بالنسبة لها ايراد. الخصم النقدي او المكتسب 40,000 ريال اللي هو قيمة البضاعة المشترى بضربها في 3% اللي هو قيمة الخصم النقدي، هيطلع عندي الخصم المكتسب 1,200 ريال. يبقى نقدر نقول القيمة التي سيتم سددها لشركة صابر التجارية بشيك 40,000 اطرح منها 1,200 ريال، يطلع عندي هنا 38,800 ريال. طيب لو احنا عايزين هنا نعمل قيد اليومية، هقول هنا انه الخصم المكتسب طبيعته ايه؟ الخصم المكتسب طبيعته دائن، يبقى هيظهر في الجانب الدائن 1,200 ريال، وهسدد المستحق دوت اللي هو 38,800 بشيك. يعني حساب البنك هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه نقص، ولما ينقص يظهر في الجانب الدائن. يبقى نقدر نقول هنا انه قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق هيظهر في الجانب الدائن حساب الخصم المكتسب 1,200 ريال، وحساب النقدية بالبنك 38,800. الاتنين دول كانوا دين على المنشأة لشركة صابر، يعني كان حساب الدائنين. طبعا دلوقتي الدين اللي عليا نقص، حساب الدائنين طبيعته ايه؟ طبيعته دائن، لما ينقص يظهر في الجانب المدين. يبقى هنا حساب الدائنين شركة صابر التجارية بمبلغ 40,000 ريال. القيد دوت رقم 10 بتاريخ 15/1، سداد المستحق لشركة
سوابق التجارية والحصول على الخصم النقدي. العملية رقم 11 في 16/1 قامت منشأة الشرق ببيع بضاعة بمبلغ 100,000 ريال وبخصم تجاري 5% واستلمت القيمة نقدا. احنا هنا بنتكلم على بيع بضاعة، وطبعا لما نتكلم على بيع بضاعة يعني بستخدم حساب المبيعات، واحنا عارفين انه حساب المبيعات طبيعته ايه؟ طبيعته دائن. يبقى لو باجي بعمل قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق حاجه هنا في الجانب الدائن وسجل حساب المبيعات. طيب السؤال هنا، انا بعت بضاعة بمبلغ 100,000 ريال بس في هنا ايه؟ في هنا خصم تجاري 5%. احنا عارفين طبعا اننا بنسجل الخصم التجاري، بنسجل قيمة البضاعة المباعة بعد الخصم التجاري، يعني الخصم التجاري لا يظهر في دفاتر البائع او في دفاتر المشتري. يبقى نقدر نقول ان الخصم التجاري 100,000 ريال في 5% 5,000 ريال. يبقى قيمة المبيعات بعد الخصم التجاري 100,000 ريال، اطرح منها 5,000، يبقى قيمة البضاعة المباعة نقدا 95,000. يبقى نقدر نقول قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق حساب المبيعات هيظهر هنا في الجانب الدائن بمبلغ 95,000. طب الخصم التجاري لن يظهر في دفاتر البائع او دفاتر المشتري. طيب المبيعات ديت تمت نقدا ولا على الحساب؟ طبعا هنا بيقول لي واستلمت القيمة نقدا. نقدا يعني حساب الصندوق، حساب الصندوق يزيد يبقى مدين، ينقص يبقى دائن. طبعا في الحالة بتاعتنا ديت حساب الصندوق زاد، ولما يزيد يظهر في الجانب المدين. يبقى القيد هنا حساب النقدية بالصندوق مدين، حساب المبيعات دائم. إثبات مبيعات نقدية بعد استبعاد الخصم التجاري. طبعا القيد دوت رقم 11 بتاريخ 16/1. العملية رقم 12 في 17/1 قامت شركة الوفاء التجارية بسداد المستحق عليها نقدا. طبعا عايزين نعرف احنا في 17/1 كانت القيمة اللي سددتها شركة الوفاء التجارية. طبعا احنا بعنا في يوم 8/1 بضاعة لشركة الوفاء التجارية بقيمة 52,000 ريال. يبقى احنا عايزين نعرف دلوقتي صافي قيمة المبيعات. انا بعت بضاعة في 8/1 بمبلغ 52,000، ولكن شركة الوفاء رجعت جزء من البضاعة بمبلغ 8,000 واخدت خصم او تخفيض او سماح سميناه مسموحات مبيعات بمبلغ 4,000 ريال. يبقى نقدر نقول انه قيمة البضاعة المباعة عبارة عن المبيعات مطروح منها مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات. يبقى 52,000 هطرح منها مردودات المبيعات 8,000 واطرح 4,000 مسموحات المبيعات، يبقى قيمة البضاعة 40,000 ريال. طيب هنا بالنسبة لي العملية دي تعتبر مقبوضات او متحصلات. ليه؟ لان انا بعت بضاعة وبقبض قيمتها.
التحصيل تم يوم 17/1، ولو رجعنا لعملية البيع هلاقي ان انا بعت البضاعة دي يوم 8/1، وكان في مهلة بيقول لي ايه، لو دفعت خلال 10 ايام هتمنح شركة الوفاء 2% خصم. طبعا البيع تم يوم 8/1 والتحصيل تم يوم 17/1، يعني اقل من 10 ايام، اي خلال المهلة المحددة، وبالتالي تمنح منشأة الشرق البائع خصم نقدي لشركة الوفاء التجارية. طبعا هنا في الحالة ديت هيسجل الخصم دوت في دفاتر منشأة الشرق باسم خصم مسموح به. ليه؟ لان منشأة الشرق هي اللي هتمنح شركة الوفاء الخصم، الخصم دوت اسمه خصم مسموح به. طيب الخصم النقدي او الخصم المسموح به 40,000 في نسبة الخصم 2%، يبقى 40,000 في 2% يطلع عندي 800 ريال خصم مسموح به. طيب القيمة اللي تم تحصيلها من شركة الوفاء، هل انا هقبض الـ40,000؟ طبعا لا، هقبض الـ40,000، اطرح منها قيمة الخصم المسموح به 800 ريال، يطلع عندي هنا 39,200 ريال. طب لو احنا عايزين نعمل قيد اليومية، الخصم المسموح به طبيعته ايه؟ طبيعته مدين. ليه؟ لانه دوت يعتبر بالنسبة لي تخفيض للإيراد او المبيعات، طبيعة الخصم المسموح به مدين. طيب والقيمة ديت انا هقبضها، يعني هتدخل عندي فين؟ هقبضها نقدا، يعني هتدخل الصندوق، والصندوق هيزيد، ولما يزيد يظهر في الجانب المدين. يبقى في عندي هنا في الجانب المدين خصم مسموح به 800 ريال، وفي الجانب المدين حساب الصندوق بمبلغ 39,200. طب تعالوا كده نشوف مع بعض قيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. حساب الخصم المسموح به في الجانب المدين 800، وفي الجانب المدين نقدية بالصندوق 39,200. طب المجموع 40,000، المبلغ دوت كان مستحق ليا عند شركة الوفاء. كلمة مستحق ليا يعني حساب المدينين، واحنا عارفين انه حساب المدينين طبيعته ايه؟ طبيعته مدين، يزيد يبقى مدين وينقص يبقى دائن. طبعا هنا في الحالة ديت حصل انه حساب المدينين حصل فيه نقص. ليه؟ لانه شركة الوفاء دفعت الدين اللي عليها. القيد هنا سداد شركة الوفاء التجارية المستحق عليها وحصولها على الخصم النقدي. القيد ده كان رقم 12 بتاريخ 17/1. اخر عملية في 25/1 قامت منشأة الشرق بسداد المصاريف التالية نقدا: 10,000 رواتب وأجور، 2,000 الإيجار، 2,000 دعاية وإعلان. طب احنا هنا لو رجعنا للعملية ديت هنلاقي ان هو بيتكلم على 3 حاجات: رواتب، إيجار، دعاية وإعلان. التلاتة دول مصروفات، وكل المصروفات طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدين، يبقى لازم تظهر الرواتب والأجور والإيجار والدعاية والإعلان في الجانب
المدين. يبقى تعالوا كده نشوف مع بعض القيد اليومية في دفاتر منشأة الشرق. هيظهر هنا عندي في الجانب المدين مصروف رواتب وأجور، مصروف الإيجار، مصروف دعاية وإعلان. طيب المبالغ ديت تم سدادها نقدا، يعني حساب الصندوق زاد ولا نقص؟ طبعا سداد يعني نقص، وحساب الصندوق لما ينقص يظهر في الجانب الدائن. يبقى هيظهر هنا في الجانب الدائن حساب النقدية بالصندوق بقيمة المصروفات 14,000، إثبات المصروفات المسددة نقدا. القيد دوت كان رقم 13 بتاريخ 25/1. طبعا كان ايه الهدف من التمرين دوت؟ هو ان احنا ازاي يتم تسجيل عمليات الشراء والبيع في المنشآت التجارية، وازاي احدد الطرف المدين واحدد الطرف الدائن للقيد. وطبعا احنا عرفنا حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ انه حساب المشتريات طبيعته مدين والمبيعات دائن. مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات طبيعتهم دائن. مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات طبيعتهم مدين. الخصم المسموح به مدين، والخصم المكتسب دائن. وعرفنا انه حساب الصندوق يزيد يبقى مدين، ينقص يبقى دائن. ونفس الشيء حساب البنك يزيد يبقى مدين، ينقص يبقى دائن. وحساب الدائنين ده عبارة عن ايه؟ مبالغ على المنشأة للغير، يزيد يبقى دائن، ينقص يبقى مدين. وحساب المدينين ده عبارة عن ايه؟ مبالغ للمنشأة طرف الغير، يزيد يبقى مدين، ينقص يبقى دائن. القواعد دي ما بتتغيرش ابدا واحنا بنسجل في دفاتر اليومية. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض مثال اخر، والمثال دوت مهم جدا جدا جدا. المثال ده بالتطبيق على قائمة الدخل في المنشأة التجارية فيما يلي: بعض الأرصدة المستخرجة من دفاتر منشأة التوحيد التجارية في 30/12. في عندي هنا مبيعات، مشتريات، مردودات مبيعات، مردودات مشتريات، مسموحات مبيعات، مسموحات مشتريات، خصم مسموح به، خصم مكتسب، مصروفات نقل المبيعات، مصروفات نقل المشتريات. فإذا علمت أن مخزون أول المدة 20,000 ريال ومخزون آخر المدة 35,000 ريال، إيه المطلوب في التمرين ده؟ والمطلوب حساب صافي المبيعات، حساب صافي المشتريات، حساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، حساب تكلفة البضاعة المباعة، حساب مجمل الربح. طبعا احنا لما جينا اتكلمنا على عمليات الشراء والبيع
اتكلمنا على ازاي احسب صافي المبيعات وصافي المشتريات، ولما جينا اتكلمنا على قيمة الدخل عرفنا ايه هي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع وايه هي تكلفة البضاعة المباعة ومجمل الربح. طب ما تيجي كده من البيانات ديت نحسب صافي المبيعات. يبقى نشوف هنا الإجابة صافي المبيعات، المعادلات ديت مهمة جدا. صافي المبيعات عبارة عن ايه؟ المبيعات اطرح منها ثلاث حاجات: مردودات المبيعات، مسموحات المبيعات، الخصم المسموح به. يبقى اقدر اقول هنا صافي المبيعات بتساوي ايه؟ المبيعات، وبطرح منها ثلاث حاجات: مردودات المبيعات، مسموحات المبيعات، الخصم المسموح به. طب نرجع للتمرين هلاقي انه صافي المبيعات هتساوي المبيعات. طبعا نرجع للتمرين هلاقي ان قيمة المبيعات 732,000، اطرح منها ثلاث حاجات. يعني هنا مردودات المبيعات في التمرين 15,000، مسموحات المبيعات 9,000، الخصم المسموح به 8,000. يبقى هجمع هنا 15,000 و9,000 و8,000، مجموعهم 32,000. اطرح بقى ال 32,000 من قيمة المبيعات 732,000، يدينا صافي المبيعات 700,000. يبقى نقدر نقول هنا انه المطلوب الاول هو صافي المبيعات. صافي المبيعات، المبيعات، واطرح منها كم حاجة؟ 3: مردودات المبيعات، مسموحات المبيعات، الخصم المسموح به. المطلوب الثاني صافي المشتريات، هو عبارة عن ايه؟ اجمالي المشتريات، مطروح منها ثلاث حاجات: مردودات المشتريات، مسموحات المشتريات، الخصم المكتسب. يعني صافي المشتريات هي عكس ايه؟ عكس صافي المبيعات. مشتريات، اجمالي المشتريات، بطرح منها ثلاث حاجات: مردودات المشتريات، مسموحات المشتريات، الخصم المكتسب. بس في نقطة هنا مهمة، انه اجمالي المشتريات هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن المشتريات زائد مصروفات نقل المشتريات. لاحظوا حاجة هنا، انه انا لما جيت اتكلمت على المبيعات خدت قيمة المبيعات وما خدتش مصروفات نقل المبيعات. لو احنا نرجع كده للتمرين مع بعض، كان فيه هنا عندي مصروفات نقل المبيعات. مصروفات نقل المبيعات ما بتدخلش ضمن المبيعات، ولكن مصروفات نقل المشتريات بتضاف على المشتريات. يبقى اجمالي المشتريات بتساوي ايه؟ المشتريات زائد مصروفات نقل المشتريات. المشتريات في التمرين 485,000 زائد مصروفات نقل المشتريات 5,000، يعني اجمالي المشتريات 500,000. يبقى نقدر نقول هنا انه صافي المشتريات اجمالي المشتريات، اطرح منها ثلاث حاجات: مردودات المشتريات 14,000 في التمرين، مسموحات المشتريات 21,000، الخصم المكتسب 5,000. طبعا 14,000، 21,000، 5,000، مجموعهم 40,000. يبقى عشان اجيب صافي المشتريات بطرح اجمالي المشتريات اللي هو 500,000، اطرح منها 40,000 اللي هي مجموع مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات والخصم المكتسب، هيدينا هنا صافي المشتريات 460,000. يبقى هنا بقى لما اجي احسب
صافي المشتريات، اول حاجه بعملها بطلع اجمالي المشتريات، وبعد كده باخد اجمالي المشتريات واطرح منه ثلاث حاجات اللي هي مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات والخصم المكتسب. نمرة ثلاثة، تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. تكلفة البضاعة المتاحة للبيع دي كانت ظاهرة في قيمة الدخل في المنشأة التجارية، وهي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مخزون اول المدة بضيف عليه صافي المشتريات. طبعا مخزون اول المدة موجود عندي في التمرين 20,000، وصافي المشتريات جبناها في الخطوة الثانية 460,000. يبقى نقدر نقول انه تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 480,000. يعني ايه تكلفة البضاعة المتاحة للبيع؟ يعني ببساطة لو انا عندي مخزن، في اول السنة كان في بضاعة بمبلغ 20,000 ريال، وخلال السنة اشتريت بضاعة ب460,000، يبقى المجموع هنا قيمة البضاعة اللي انا ممكن ابيعها خلال السنة بمبلغ 480,000. يعني البضاعة اللي موجودة عندي في المخازن ومتاح لي ان انا ابيعها هي بمبلغ 480,000. رقم 4، تكلفة البضاعة المباعة. هي عبارة عن ايه؟ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. اطرح منها ايه؟ اطرح منها مخزون اخر المدة. طب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع احنا جايبينها 480,000، اطرح منها مخزون اخر المدة وهو موجود في التمرين 35,000. يبقى نقدر نقول انه تكلفة البضاعة المباعة اللي انا بعتها فعلا 445,000. عايزين بس نربط الاتنين دول ببعض، انه بنقول ايه؟ تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، انا عندي كان في المخزن 20,000 ريال بضاعة واشتريت عليهم 460,000، يبقى انا البضاعة اللي عندي متاحة للبيع بكام؟ 480,000. في اخر السنة لما جيت عملت جرد، البضاعة المتبقية كانت بكام؟ كلمة مخزون اخر المدة يعني البضاعة المتبقية في المخازن ب35,000. يعني البضاعة المتاحة لي ان انا ابيعها كانت ب480، لما جيت عملت جرد لقيت بضاعة موجودة في المخزن ب35,000. يبقى انا البضاعة اللي انا بعتها كلفتني كام؟ طبعا الفرق بين تكلفة البضاعة المتاحة للبيع وبين مخزون اخر المدة. وطبعا مخزون اخر المدة ده بيتم نتيجة الجرد. يبقى هنا عندي تكلفة البضاعة المباعة 445,000 ريال. اخر حاجة مجمل الربح. ومجمل الربح ده هو عبارة عن صافي المبيعات بطرح منها تكلفة البضاعة المباعة. طبعا احنا في التمرين عرفنا نجيب صافي المبيعات، ادي في الخطوة رقم 1 صافي المبيعات جبتها 700,000 عن طريق المعادلة، وجبت تكلفة البضاعة المباعة عن طريق معادلة، طلعت عندي هنا 445,000. يبقى نقدر نقول ان مجمل الربح هو عبارة عن صافي المبيعات 700,000 اطرح منها تكلفة البضاعة المباعة 445,000. يبقى معانا هنا مجمل الربح 255,000. يعني ايه مجمل الربح؟ مجمل الربح ده
هو ناتج عن عمليات البيع والشراء. حتى تلاحظوا هنا انه مجمل الربح هو عبارة عن صافي المبيعات. ولو رجعت لصافي المبيعات هلاقي انه صافي المبيعات بتتكلم على مبيعات ومردودات مبيعات، مسموحات مبيعات، والخصم المسموح به. طيب وتكلفة البضاعة المباعة، ده تكلفة البضاعة المباعة ديت جاية من مخزون اول المدة زائد المشتريات. وعشان احسب المشتريات يبقى حاجة هنا اجيب اجمال المشتريات ومردودات المشتريات ومسموحات المشتريات والخصم المكتسب. وعشان احسب تكلفة البضاعة المباعة خدت تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، طرحت منها مخزون اخر المدة. يعني معنى كده تكلفة البضاعة المباعة هي مرتبطة بعملية شراء البضاعة. وهنا بتكلم على صافي المبيعات، عمليات بيع البضاعة. يبقى نقدر نقول ان مجمل الربح هو عبارة عن ناتج عمليات البيع والشراء. التمرين دوت مهم جدا لانه جمع معانا هنا التمرين ده كل المعادلات اللي احنا اتكلمنا عليها في قيمة الدخل في المنشأة التجارية. طبعا ده عبارة عن محاضرة اليوم مراجعة على عمليات البيع والشراء. وعرفنا طبعا مع بعض انه في حسابات طبيعتها ثابتة. طبعا في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله هنكمل عمليات المراجعة، ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.